أطلقت قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم صاروخين باليستيين، الأول من نوع قاهر واحد على تجمع لقوات العدوان في نجران، والثاني توشكا على معسكر تداويل استهدف تجمعا لمرتزقة العدوان في مأرب. الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أكد أن هاتين العمليتين جاءتا في إطار الرد على تمادي قوى العدوان وخرقها لوقف إطلاق النار الذي أعلنت الأمم المتحدة بدأه الثلاثاء الماضي، غير أن قوى العدوان ومرتزقته لم يلتزموا بذلك ووصلوا تصعيد عملياتهم خلال الثلاثة الأيام الماضية. لقمان لفت إلى أن قوات العدوان ومرتزقته لم يتوقفوا لحظة واحدة عن عملياتهم العدائية جوا وبرا وبحرا، ولم يلتزموا بوقف إطلاق النار في الوقت الذي التزم الجيش واللجان الشعبية بذلك، فكان لابد من الرد على هذا التصعيد.